أخبار اليوم. طبعا بالنسبة لطبيعة الحريق والدم المخزون من الغاز والبوتاجاز المتواجد في ضواحي داخل الموقع، هنا هيتطلب تعامل ونسميه بلغتنا التعامل العنيف وقوي جدا مع الحريق ومعدلات تصريف مياه عالية جدا، ولا حفظ السيارة اللي طلعت معدل التصريف ده حوالي 1400 لتر في الدقيقة، وبنتولى نفس الموجود في الإنفاق تحقيق الدفاع الدائري حوالين المكان من كافة الاتجاهات حتى نستطيع أن نصل إلى أي من الحرائق التي قد تنشب في المكان ونستطيع السيطرة عليها. لبصينا أقصى اليمين في أفراد الأمن الصناعي بيتدخلوا بالخراطيم اليدوية، هنا برضه لبصينا في النص في مدفع المياه الثابت، وده بنفترض فرضية عندنا إن إحنا لو حصل إن الحريق بينظر من جدار التنكات وقد يكون مؤثر على البشر على رجال الإطفاء أو المتواجدين في المكان، ده بنتركه يتعامل مع الحريق وبتبقى سيارات الإطفاء ممكن على مسافة 100 و150 متر. كافة أشكال المياه طالعة الآن في خرطوم الإطفاء اليدوي، في مدفع المياه الأرضي، في مدفع المياه. لو نلاحظ مدى القصف لكافة سيارات الإطفاء، مدى يستطيع أن يقصف المياه يقابلها من الجهة الأخرى مصدرين. يمكن جلسات المشروع العسكري أوضح إن طلبنا سلم هيدروليك، السلم حاليا وصول وبيجهز تجهيزه للعمل، لكن يجب أن يعلم إن زمن تشغيله يستغرق وقت أكثر من سيارات الإطفاء. يمكن احنا بنتعامل نطول سنه من التعامل بكميات المياه حتى نطمئن بكافه الحضور على القدرات الموجوده لدى الموقع من تجهيزات ثابته بالاطفاء، وفي نفس الوقت لدى قوات الحمايه المدنيه من قوات متحركه بتنتقل الى مكان البلد. يمكن لو لاحظنا في الاقصى جهه اليمين السلم الهيدروليك ومدى القصف الخاص بيه، ودي مسافه بتصل لحوالي 70 متر، سيارات الاطفاء المتواجده 35، مدفع المياه الترددي اللي على الارض 50، ريموت كنترول عشان نحاول نقلل تواجد العضو البشري قدر الامكان بجوار المخاطر الموجوده. يعني السلم دلوقتي التحكم بالجويستيك من اسفل للمشاكل، مفيش فرد متواجد عليه في الباسكت او المصعد الخاص بالسلم. فدي برضه كانت من الحاجات عند شواء السلم، وده احد السلالم الحديثه بتحقق ارتفاع 52 متر، يعني بيصل ل 17 طابق تقريبا. على الرغم من ان احنا عندنا اقصى ارتفاعات في التقليه 2، بنعتبر ان في مخالفه هتتم في 2 ب 14، فعشان كده عند شواء تم شرائه بحيث يحقق السيطره للتوقعات. نستأذن في إنهاء عمليات الإطفاء.